بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 170. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب مقادير ديات النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله فيما سبق ما يجب بالجناية على النفس أو ما دون النفس من قصاص أو دية، ناسب أن يذكر بعد ذلك مقادير ديات النفس ومقادير ديات ما دون النفس، لأن ذلك وارد في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. نعم. هذه أصول الدية. نعم. أكمل الديات دية الحر المسلم، لأن هناك دية المسلم، دية الكتابي، ودية الوثني والمجوسي، فأكمل الديات هو والأصل هو دية الحر المسلم. وقد جاء في الأحاديث تفصيلها وبيان أجناسها، فدية الحر المسلم 100 بعير من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، هذه من المواشي جاء بها الحديث، جاءت في حديث واحد: دية المسلم 100 بعير أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. ومن الذهب والفضة، من الذهب 1,000 مثقال يعني 1,000 دينار، ومن الفضة 12,000 درهم. فهذه 5 أنواع. هل هي أصول أو الأصل واحد وهو الإبل وهذه أقيام لها، على خلاف بين العلماء؟ فالذي مشى عليه هنا وهو القول الثاني أنها أصول، كل واحد أصل بنفسه، فإذا أدى واحدا من هذه الأصول لزم المجني عليه أو لزم ولي الجناية قبوله، لأن الجاني أتى بما وجب عليه. وأما القول الأول وهو أن الأصل هو الدية، هو الإبل. نعم. أن الأصل هو الإبل، وهذه المذكورة أقيام لها وليست أصولا، إذن فيكون الأصل هو الإبل، وتقوم في كل وقت بحسبه، لأن الإبل تغلو وترخص أحيانا، فالمعتبر هو الإبل والمعيار هو الإبل دائما وأبدا، فإما أن يدفع 100 من الإبل وإما أن يدفع قيمتها، وهذا أضبط للناس، هذا أضبط للناس وأسهل على الناس، أن تجعل الإبل هي الأصل أو قيمتها التي تساويها في كل وقت بحسبه. نعم. قال: هذه أصول الدية. هذا على القول الثاني. نعم. فأيها أحضر من تلزمه، أيها، نعم، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. هذا على القول بأن هذه أصول،
أما على القول بأن الأصل هو الإبل فلا يلزم المجني عليه إلا قبول الإبل أو قيمتها. نعم. إذن هذا فأت الخلاف في أيها الأصل. أي نعم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حطة و25 جذعة. نعم هذا هذا يؤيد القول الأول في أن الأصل هو الإبل لأنها هي التي تقبل التغليظ والتخفيف. التغليظ يكون في العمد وشبه العمد بأن تجعل أرباعا 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 حقة و25 جذعة هذه دية العمد وشبهه. وأما الخطأ فإنها تكون أخماسا 20 من كل نوع من هذه الأنواع 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 حقة 20 جذعة و20 من بني لبون 20 من بني لبون هذه 100 مخمسة. نعم. قال وفي الخطأ تجب أخماسا. نعم. 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. بني مخاض نعم أنا قلت من بني لبون هذا خطأ من بني مخاض. مخاض وهو ما تم له سنة. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. نعم لا تعتبر القيمة قيمة هذه الأسنان بل تعتبر السلامة لأن القيمة تزيد وتنقص لكن تعتبر السلامة من العيوب بأن لا يكون فيها عيوبا تنقص ذاتها نعم أو صفتها. نعم هذا التفصيل شيخ كونها أربعا وأخماسا أتى به دليل أو تسهيل؟ نعم, أو نعم. نعم جاء في الأدلة أن العمد تغلظ فيه وشبه العمد تغلظ فيه وجاء في الأدلة أنها كما في حديث عمرو بن حزم وغيره. نعم سمع عليك. قال ودية الكتابي نصف دية المسلم. هذا النوع الثاني بعد دية الحر المسلم دية الكتابي وهو اليهودي أو النصراني يسموا بالكتابيين لأن لهم كتابا فدية الكتابي نصف دية المسلم على ما سبق بيانه. نعم ودية المجوسي والوثني 800 درهم. الصنف الثالث وهو من عدا أهل الكتاب من الكفار فديتهم 800 درهم محدودة. والمجوسي هو الذي يعبد النار ويقول بخالقين خالق للنور وخالق خالق للشر وخالق للخير هذا هو المجوسي. والوثني هو الذي يعبد الأوثان نعم أو القبور أو الأشجار أو الأحجار هذا هو الوثني. نعم قال ونساؤهم على النصف كالمسلم. ودية المجوسي والوثني نعم 800 درهم. 800 درهم إسلامي 800 درهم إسلامي. نعم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نساء أهل الكتاب ونساء المجوس ونساء الوثنيين على النصف من ذكرانهم كما أن نساء المسلمين على النصف من ذكران المسلمين. نعم 800 درهم إسلامي شيخ تقدر في كل وقت بقدرها 800 درهم ثلاثة دراهم إسلامية 3 دراهم إسلامية تساوي ريال سعودي الآن. نعم قال تقريبا يعني تساوي 3 ريالات تقريبا سعودية. نعم قال ودية قن قيمته 3 الدراهم الإسلامية تقريبا تساوي درهم ريال سعودي. نعم قال ودية قن قيمته دية القن هذا هو النوع الثالث هذا هو النوع الرابع النوع الرابع القن أو المملوك ديته قيمته لأنه يباع ويشترى والأصل في المتلفات أن تضمن بقيمتها فديته قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو زادت على دية الحر. نعم لأنه مال والمال يضمن بقيمته.
نعم صلى الله عليكم. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، وفي جراحه ما نقص من قيمته بعد أن يبرأ الجرح، يقدر بعد ما يبرأ الجرح وينظر مقدار النقص فيدفع مقابل ذلك النقص من المال. نعم. ويجب بخلاف جراح الحر وأطراف الحر، هذا سبق في تقديرات. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. نعم. وحرة غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا. نعم. الجنين وهو الحمل في البطن إذا تم له أربعة أشهر، نعم، وجنى عليه أحد إما أمه أو غيرها فسقط ميتا ففيه الدية، قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة وهي العبد أو الأمة، قيمتها خمس من الإبل، قيمتها خمس من الإبل، وهي نصف عشر دية أمه، لأن دية أمه خمسون من الإبل. نعم. نعم. عشر الخمسون خمس، عشر الخمسون خمس من الإبل. نعم. ففيها ففي الجنين عشر دية أمه وهو خمس من الإبل، من الإبل. نعم. وعشر قيمتها إن كان مملوكا، هذا إذا كانت الحامل التي أسقطت بالجناية حرة، أما إن كانت مملوكة وولدها حر، جنينها حر، ففيه عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه المملوكة. يتصور بذلك، يتصور ذلك، يعني كيف تكون هي حرة وولدها مملوك؟ تصور ذلك بأن يعتق أمته الحامل ويستثني حملها، يستثني حملها فيبقى حملها مملوكا. نعم. وتقدر الحرة أمة، مثلا لو زوج أمته، لو زوج أمته وحملت ثم جنى عليها وسقط الحمل وقد اعتقها واستثنى ولدها، فهذه حرة حامل برقيق، فإذا جني على هذا الحمل ففيه عشر قيمة أمه. نعم. وتقدر الحرة أمة، فيقال لو كانت هذه الحرة أمة كم تساوي؟ فيقال تساوي مثلا 50,000 ريال، فيقال إذن فيها كم؟ عشر دية الأم، عشر دية الأم 5,000 ريال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. جناية العبد إن كانت بإذن سيده فإنها تتعلق بسيده، هو الذي يضمنها لأنه هو الذي أذن له في ذلك. أما إن كانت جناية العبد بغير إذن سيده فإنها تتعلق برقبته، تتعلق برقبة العبد الجاني، وتفصيل ذلك كما ذكر المؤلف. نعم. كما ذكر المؤلف. نعم. قال وإن جنى رقيق خطأ، خطأ لأن الخطأ يوجب المال فقط. نعم. أو عمدا لا قود فيه، أو عمدا لا يجب فيه القود، أو فيه قود واختير فيه المال. العمد الذي لا قود فيه كما عرفنا في الجراح التي لا تنتهي إلى عظم، أو كسر العظم الذي ليس من مفصل، هذا لا قود فيه وإن كان عمدا. نعم. أو فيه قود واختير فيه المال، أو فيه قود في النفس أو في الطرف، لكن المجني عليه أوليه اختار المال ففي رقبته، إذا كانت الجناية بغير إذن السيد تتعلق برقبة العبد، ويترتب على ذلك ما يأتي. نعم. أو أتلف مالا بغير إذن سيده، أو أتلف مالا، ما أتلف نفس وإنما أتلف مالا، كما لو أحرق ثيابا أو أحرق مستودعا، مستودعا أو طعاما أو غير ذلك. نعم. بغير إذن سيده، نعم، تعلق ذلك برقبته،
يكون الضمان متعلق برقبة الجاني وهو العبد، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم، يخير السيد حينئذ. نعم. إذا جنى العبد بغير إذنه وتعلق ضمان الجناية برقبته، فإن السيد يخير بين أن يدفع هو ما ترتب على الجناية من الضمان أو أن يسلم العبد للمجني عليه، إما أن يملكه أو أن يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه، هو بالخيار في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعه. وإن باعه وبقي شيء من ثمنه أكثر من الجناية يرده على السيد. نعم، إذن هذا قوله يدفع ثمنه. إيه نعم، يعني يرد على المالك، يرد ما زاد عن ثمن الجناية. نعم، عن عوض الجناية. أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم. باب ديات الأعضاء ومنافعها. أو يبيعه، يعني السيد، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه للمجني عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ديات، يعني يخير السيد بين ثلاثة أمور: إما أن يدفع هو ما ترتب على الجناية، وإما أن يسلم العبد للمجني عليه يملكه، وإما أن يبيعه السيد. الأمر الثالث أن يبيعه السيد ويسلم ثمنه للمجني عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. نعم، الأعضاء قالوا إن الإنسان فيه 47 عضو، منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه شيئان، ومنها ما في الإنسان منه ثلاثة، ومنها ما في الإنسان منه أربعة. نعم، قال: من أتلف، نعم، من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، دية الأعضاء ومنافعها، يعني منافع الأعضاء كالسمع والبصر والشم وغير ذلك، هذه المنافع. فقد يبقى العضو لكن تذهب منفعته، وقد يذهب هو ومنفعته. فالأعضاء لها ديات والمنافع لها ديات. والأعضاء كما ذكرنا منه ما في الإنسان منه شيء واحد فقط، مثل الأنف. الأنف جميع الأنف، يعني بقصبته ومارنه، هذا فيه دية كاملة لأنه ليس في الجسم له نظير. وكذلك اللسان، ليس للإنسان إلا لسان واحد، فإذا قطع من أصله ففيه دية كاملة. وفي الذكر أيضا، الذكر ليس للإنسان إلا واحد، ذكر واحد، فإذا قطع ففيه دية كاملة. نعم، قال: وما فيه منه شيئان كالعين، النوع الثاني، ما في الإنسان منه شيئان. نعم، كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وأسكتي المرأة، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. نعم، واحدا واحدا. وما في الإنسان، وما فيه منه شيئان كالعينين، كالعينين، فإذا أذهب العينين ففيهما دية كاملة، وإذا أذهب واحدة ففيها نصف الدية. نعم، والأذنين، الأذنين فيهما الدية، وإذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية. والشفتين، الشفتين العليا والسفلى للفم فيهما الدية، وفي كل واحدة نصف. نعم، واللحيين وهما العظمان في جانبي الوجه، العظمان في جانبي الوجه يلتقيان في الذقن، في على منبت الذقن، يلتقيان تحت منبت الذقن. فإذا أتلف واحدا من اللحيين ففيه نصف الدية، وإن أتلف اللحيين معا ففيهما دية كاملة. نعم، وثديي المرأة، وثديي المرأة فيهما الدية وفي أحدهما نصف. نعم، وثندوتي الرجل، ثندوتي الرجل
وهما في الصدر، نعم، فيهما الدية وفي أحدهما نصفها، نعم. واليدين والرجلين سندوتين بمحل الثديين من المرأة، نعم نعم. قال واليدين، واليدين اليمنى واليسرى، والرجلين اليمنى واليسرى، ففي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها، وفي الرجلين كذلك، نعم. والآليتين، والآليتين مما يحيط بالدبر من الجانبين، في كل واحدة نصف الدية وفيهما جميعا الدية كاملة. والأنثيين وهما بمحل الآلية من الشاة، نعم. والأنثيين يعني الخصيتين، فيهما الدية وفي إحداهما نصفها، نعم. وأسكتي المرأة وهما العظمان المحيطان بفرجها، نعم، فيهما الدية وفي أحدهما نصفها. قال وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. نعم، المنخر يتكون من ثلاثة أشياء، الأنف يتكون من ثلاثة أشياء، وهو ما يسمى بالمارن، تكون من ثلاثة أشياء، من المنخرين والحاجز بينهما. فإذا قطع الأنف كله بثلاثة أقسامه ففيه الدية كاملة. هذا مثال لما في الإنسان منه ثلاثة أشياء. وفي الحاجز بينهما ثلث الدية، في كل منخر ثلث، وفي الحاجز بينهما ثلث، فإذا أذهب الجميع المنخران والحاجز ففيهما الدية كامل، نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل هذا مثال لما في الإنسان منه أربعة أشياء، وذلك كأجفان العينين، لكل عين جفنان أعلى وأسفل، والمجموع أربعة، فإذا أذهب الأجفان الأربعة كلها ففيها الدية كاملة، وإذا أذهب جفنا واحدا ففيه ربع الدية، وإن أذهب جفنين ففيهما نصف الدية، نعم، وإن أذهب ثلاثة أجفان فثلاث أرباع الدية، نعم. قالوا في الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها، هذا معروف، نعم. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، أصابع الدية هذا ما في الإنسان منه عشرة، هذا مثال لما في الإنسان منه عشرة، وهي أصابع اليدين عشرة، إذا أذهبها كلها ففيها الدية، إذا أذهب واحدا منها ففيه عشر الدية، وإذا أذهب أنملة ففيها ثلث عشر الدية، لأن كل أصبع فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان فقط، فالأنامل إن كانت من الإبهام ففي كل أنملة نصف عشر الدية، وإن كانت من غير الإبهام ففي الأنملة ثلث عشر الدية، نعم. قال وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي لو أذهب أصابع اليدين والرجلين جميعا فعليه ديتان، دية عن أصابع الرجلين ودية عن أصابع الرجلين، وما نقص عن ذلك فبحسابه، نعم. وفي كل أصبع عشر الدية، إذا أذهبه جميعا، نعم. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ما عدا الإبهام ثلاثة أنامل، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن، لأن دية السن نصف عشر الدية كما سبق، خمس من الإبل، نعم، بحساب الأسنان يعني، نعم. حسن. قال رحمه الله فصل، هذا لو أذهب سنا واحدا، أما لو أذهب الأسنان جميعا ففيهما الدية، ففيها الدية كاملة، لو أذهب الأسنان جميعا فيها الدية كاملة، ولو أذهب واحدا ففيه خمس من الإبل، فيه خمس نصف عشر الدية، خمس من الإبل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا هذه من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لكم أيضا حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلنا في هندسة الصوت سهل الركوبي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.